عملائنا الكرام، اهلا بيكم. معاكم احمد باهر من مركز تدريب كلاب الامن والحراسه وشركه دوجز ايجيبت. النهارده هنتكلم على مشكله بتواجهنا كمربيين، وهي مشكله كبيره جدا، وهي الكبت الحركي. يعني ايه الكبت الحركي؟ يعني الكلاب ربنا خلقها انها عندها طاقه زي الطفل بالظبط، محتاج ان هو يخرج الطاقه دي. فبالتالي لو الطاقه دي ما خرجتش هيحصل مشاكل سلوكيه كبيره جدا، ومش بس مشاكل سلوكيه، بيحصل كمان مشاكل عضويه. والطب والتحاليل اللي احنا ممكن نعملها للكلب، مهما عملنا من تحاليل وفحوصات مش هنلاقي سبب منطقي للمشكله دي. يمكن قريب شويه من الانسان، ساعات الانسان بيحصل له بعض الاعراض العضويه وما يبقاش ليها سبب منطقي، والانسان لما بيروح يعمل تحاليل وفحوصات مش بيلاقي سبب للاعراض دي، ودي دايما بيبقى اغلبها ناتج عن الاسترس، الضغط النفسي. نفس الموضوع بالنسبة للحيوانات وخصوصا الكلاب. الكلاب ربنا خلقها بنسميها الحيوانات الجوالة، متعودة انها تمشي لمسافات طويلة. واما اتعمل اناليسز او اتعمل يعني تقييم للكلاب مدة او مسافة الكيلومترات اللي بتمشيها خلال السنة، تم تقديرها تقريبا حوالي من 3000 كيلو ل 5000 كيلو سنويا. فعلا احنا المفترض ان الكلب بتاعي تقريبا يمشي في حدود من 20 ل 30 كيلو يوميا، وطبعا دي مسافة كبيرة جدا صعبة على اي مربي ان هو يمشي الكلب بتاعه عليها. ولكن المشكلة بتحصل فين؟ ان الكلب عنده طاقة عايز يخرجها، انا كمربي مش مساعده ان هو يخرج الطاقة دي. وبتحصل برضو المشكلة في اختيار الكلب الخطأ، ان انا النهاردة ما عنديش وقت، ما عنديش مكان، فبالتالي اروح اختار كلب اكتف، كلب متعارف عليه ان هو بيحب المشي وبيحب الجري كتير، واحبسه في بيت او احبسه في جنينة صغيرة، فالكلب مش قادر يطلع الطاقة دي. فاللي بيحصل ان هو بيطلع الطاقة دي في البيت عندي وبيعمل لي مشاكل كبيرة جدا. طب ايه المشاكل وايه الحل؟ المشاكل اللي انت ممكن تلاحظها على الكلب بتاعك وده بيبقى دليل ان الكلب ده عنده كبت حركي، اول حاجة ان الكلب هايبر اكتف زيادة عن اللزوم. كلب بيخرب، كلب بيحفر في الارض، كلب بيحفر في الجنينة، كلب بياكل الخشب، كلب بياكل اي متعلقات موجودة في الشقة، اسلاك، اي حاجة بيلاقيها قدامه بيبتدي ان هو يعضعض فيها ويبتدي ان هو ياكلها. طيب دي مشكلة اولانية. المشكلة اللي بعد كده الترحيب الزائد عن اللزوم. يعني انت النهاردة اما بترجع من شغلك وبتلاقي الكلب بتاعك بيرحب بيك، بتلاقيه ان هو بيأكت بشكل اوفر قوي، كمان ممكن ان هو يأذيك، يعني يبتدي ينط عليك بشكل كبير، ما بيسكتش. هو ده دليل على الحب، اتس اوكي، ولكن اوفر جدا. فبالتالي لو هو عمل الرياكشن ده مع طفل صغير، فبالتالي ممكن ان هو يوقع ويتسبب لا قدر الله ان الكلب ده يصاب بجروح او اي مشكله. فده برضو دليل على ان الكلب ده عنده كبت حركي. طيب ايه المشاكل التانية اللي ممكن تبين ان في كبت حركي؟ في بعض الاوقات الكلب بيلجأ لاكل الفضلات بتاعته، دي تبقى ممكن سببها مشاكل عضويه، نقص املاح في الجسم، وممكن تبقى مشاكل نفسيه نتيجه الكبت الحركي. فبعض المربين والهواة بيكلمونا بيقول لك انا عندي مشكله ان الكلب بيلعق او بيلحس او بياكل الفضلات بتاعته، فعايزين نعرف ايه السبب. فبنتاكد ان الكلب ده بياخد كل الانجريدينتس اللي هو محتاجها في الوجبه بتاعته. لو الاكل بتاعه سليم نبتدي نشوف المشاكل السلوكيه، واللي دايما بيبقى على راسها الكبت الحركي. ايه تاني الساين اللي تقول لك ان الكلب ده عنده مشكله في الكبت الحركي؟ اكل الديل. الكلب تلاقيه دايما بيلعب مع ديله، بيلف حوالين نفسه، بيحاول ان هو يعض ديله، وبيوصل لبعض الاوقات ان هو بيعور ديله او بيشيل الشعر خالص من على الديل بتاعه. الكلب بيحاول ان هو يعض نفسه في اجزاء مختلفه من الجسم، فبيتسبب فيه مشاكل جلديه وطفح جلدي ومشاكل كبيره جدا. ف كل الاسباب دي، وفي اسباب تانية او في ساينس تانية او مؤشرات تانية تقول ان الكلب عنده كبت حركي. فلو لقيت ان في اي بيهيفير غير معتاد على الكلب، اول حاجة نطمن ان هو فيزيكلي ما عندوش اي مشكلة عضوية. بعد كده نبتدي نشوف هل الكلب ده السلالة بتاعته، نقرأ ونشوف السلالة بتاعته، او كلمونا واحنا هنفيدكم. السلالة بتاعته المفروض الاكسرسايز او الديلي اكسرسايز بتاعه يبقى كام دقيقة يوميا؟ المفترض ان اقل كلب
في الاكتيفيتي يمشي او يتحرك ساعه في اليوم، نص ساعه الصبح ونص ساعه بالليل. في بعض الكلاب الهايبر قوي زي الكلاب الهاوند او كلاب الحراسات او كلاب الصيد دي بتحب انها تجري وتتحرك بشكل كبير، فبالتالي بنديها وقت الاكسرسايز اكتر. طيب ايه الحلول؟ لازم يا جماعه نفرغ جزء من وقتنا في اليوم لكلابنا. طالما ان انا قررت ان انا اجيب كلب يبقى انا لازم افهم ان هو ليه احتياجات، الاحتياجات دي على راسها الديلي اكسرسايز او التمارين اليوميه. طيب ازاي اعملها؟ لازم ان الكلب يمشي على الاقل ساعه في اليوم، ممكن تقسم الساعه على حسب السكادجول بتاعك اليومي، نص ساعه الصبح نص ساعه بالليل ربع ساعه اربع مرات، فبالتالي انت كده وكده هتنزله عشان يعمل التواليت بتاعه، فتستغل الموضوع ده ان هو الكلب يمشي او يجري. في حل تاني عشان تسهل على نفسك ان انت لو مش قادر ان انت تمشي مع الكلب، ان انت يبقى عندك بايسكل او عندك عجله، حاول انت تركب على العجله وتعود الكلب ان هو يمشي جنبك بالليش، فبالتالي انت مش بتبذل مجهود كبير والكلب بيتحرك او بيجري معاك، فهو بيطلع الطاقه اللي عنده. هتلاقي ان الكلب لما هيرجع البيت بقى شخص تاني خالص، بقى حد تاني خالص، بقى هادي. هتلاقي اعمال التخريب في البيت والتقطيع والتكسير واكل الخشب واكل الجزم والحاجات اللي بتحصل دي قلت بشكل ملحوظ. هتلاقي حتى في ترحيبه معاك برضو قل وما بيبقاش يأذيك. طب ايه برضو ايه اللي انا ممكن اعمله عشان اطلع الطاقه دي؟ لو انا عندي تريد ميل، عندي مشايه في البيت، بنحاول ان احنا نطلع الكلب عليها بس بشكل تدريجي عشان ما نخضوش، ونعمل تريد ميل على اقل درجه، اقل درجه التريد ميل ممكن تمشي عليها، ونحط على الواير او نحط على السير بتاع المشايه نحط عليها تريتس، بحيث الكلب يبقى باصص على طول على السير وبياكل التريتس دي والمشايه بتمشي بشويش. ونحاول طبعا مره واثنين وثلاثه لغايه ما الكلب ايه ما يبقاش خايف من التريد ميل، فبالتالي انت كده ريحت نفسك، ما بتنزلش الشارع كتير، وبتطلع الطاقه لو بتاعه الكلب لو انت عندك مشايه في البيت. كمان نقدر ان احنا نطلع الطاقه بتاعه الكلب عن طريق ان احنا يبقى عندنا التويز الخاصه بالكلاب، ودي نقطه مهمه جدا بتطلع الطاقه اللي عندهم، وفي نفس الوقت بتشغل عضلات الفك، ولو كلب عنده اجريشن عالي او شراسه عاليه فبالتالي انت برضو بتمتص الغريزه اللي عنده. فبنحاول ان احنا نجيب لهم العاب زي كور زي عضادات ايا كان الحاجات اللي بتتباع في التاي دوج، فانت طول ما انت قاعد ارمي الكوره للكلب بتاعك يروح يجيبها ويجي، هو انت قاعد مكانك وهو اللي بيبذل المجهود فبيطلع الطاقه اللي عنده. كمان ممكن نستخدم بعض انواع العظام، ولكن طبعا لازم ناخد بالنا ان احنا نجيب العظام اللي هي ما بينفعش انها تتكسر، فبيبقى فيها العظام الكبيره الكلب بتسلقها للكلب وبتقدمها له، فالكلب بيقعد يعضعض فيها، بيستفيد ان هو بيقوي اسنانه، بينظف اللسة، بيستفيد كالسيوم، وفي نفس الوقت بيطلع الطاقه اللي عنده. اجراءات كتيره جدا ممكن نعملها مع الكلب هتحسن له حياته بشكل كبير جدا، وهتقلل لك الاضرار اللي بتحصل في البيت. فنخلي بالنا يا جماعه ان اسباب كتيره من البيهيفير الغير مفهوم للكلب ناتج ان انت عامل له كبت حركي. قلنا قبل كده زي الطفل، الطفل محتاج ان هو يخرج، محتاج ان هو يلعب، محتاج ان هو يروح تمرين في النادي، لو انت ما عملتلوش او ما وفرتلوش الاكتيفيتيز دي فبالتالي هيبقى طفل مخرب في البيت وهيبقى طفل غير سوي. نفس الحكايه مع الحيوانات، لو الحيوان ده او الكلب ده ما نزلش الشارع بشكل دائم وطلع الطاقه اللي عنده فبالتالي هيتحول ان هو يبقى حيوان مخرب، وبعد شويه هتزهق منه وتقول انا عايز اتخلص من الكلب بتاعي عشان الكلب بتاعي عنده مشاكل سلوكيه، وتروح تدور على كلب تاني وتجيبه وتفاجئ ان المشكله بتعيد نفسها، وهي المشكله مش في الكلاب، هي المشكله فينا احنا، ان احنا مش عارفين نختار اولا الكلب الصح. النقطه الثانيه ان احنا مش بنطلع الطاقه اللي ربنا خلقها في الكلب ده عشان تطلع، او ان هو المفترض ان هو يهدي من نفسه ويقدر يتعامل بشكل سوي مع صاحبه. كان فيديو سريع النهارده، يعني بنشكركم ونتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للقناه، وحاول انت تفعل زر الجرس، احنا بننزل فيديوهات يوميه عشان يجيلك نوتيفيكيشن على اي فيديو تعليمي جديد. شكرا ليكم والى اللقاء في حلقه اخرى.